معي من القاهرة أحمد بان، الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد أحمد. عادة وبحالات سابقة، كيف الجماعات المتشددة تتحضر لهكذا عودة من مناطق حرب لمجتمعات تعرف بهي أصلا في خوف كبير من عودتهم لها؟ يعني في حقيقة الأمر هذه المجموعات الإرهابية تتوفر على عقيدة فكرية متطرفة تقسم العالم إلى فسطتين، فسطاط الإيمان الذي يدعون الانتماء إليه، وفسطاط الكفر الذي يمتد بساحة الذي تمتد ساحاته لتشمل المجتمعات المسلمة وغير المسلمة. وبالتالي عودة هؤلاء إلى أماكنهم أو إلى مواطنهم الأصلية، إذا عدنا إلى التجارب التاريخية نجد أن هؤلاء نشطوا في استهداف مجتمعاتهم بشكل واضح. وهنا نحن أمام خطر متعدد المستويات، بدءا من المقاتلين الذين تدربوا في ساحات ساخنة وانخرطوا في هذه الساحات الساخنة وامتلكوا خبرات قتالية واسعة، ثم شريحة النساء، وهي شريحة عاطفية بطبيعتها تكتسب هذه الأفكار وتظل مخلصة لها، وهي في الغالب بعيدة عن أجهزة المعلومات. الشريحة الثالثة هي شريحة الأطفال، من نشأوا في ظل ما يسمى بدولة الخلافة أو تعرضوا لهذه الشحنات الأيديولوجية الكثيفة وأثرت في تكوينهم. إذا تحدثنا عن أي شريحة هي النسبة الأكبر التي منها يعود متشددون إلى بلدانهم؟ الشريحة الأكبر طبعا هم النساء والأطفال، في الغالب الرجال مسجلون على قوائم ترقب الوصول، يتم تبادل بياناتهم عبر أجهزة المعلومات وعبر البوليس الدولي، وبالتالي تحظى عملية حركتهم بصعوبة يعني وتعقب دائم من أجهزة الأمن. لكن الشريحة الثانية والثالثة هي ربما الأخطر، لأنه لا توجد بيانات محددة عنهم، لا توجد معلومات عن ممارستهم للإرهاب إلا من تقمصهم لبعض الأفكار المتطرفة التي قد تتطور إلى تنفيذ عمليات إرهابية، أو تبقى في نطاق الأفكار الكامنة التي تنتظر لحظة للتعبير عنها، أو لا تعبر العتبة من الأفكار إلى السلوك. طيب، تحدثنا هنا بتقريرنا بأنه 217 بالغ نتحدث، طبعا مش كل النساء، و54 تحت سن البلوغ. هؤلاء إلى أي درجة يتم العمل وأسهل بكثير العمل على إعادة تأهيلهم بالمجتمع؟ يعني تجارب الدول الأوروبية ربما قدمت لونا من ألوان الدمج الاجتماعي والدمج السياسي الذي استطاع أن يستوعب نوعيات بهذا الشكل، لكن ربما الأمر في مجتمعاتنا يصطدم بصعوبة دمج هؤلاء بالنظر إلى تجارب سابقة وبالنظر إلى ضعف بنية الدول لدمج هؤلاء. لكن على بشكل عام داخل أوروبا أتصور أن هناك العديد من التجارب الناجحة، عاد هؤلاء وتم دمجهم اجتماعيا وسياسيا، وتم الاستفادة من خبرتهم في تحصين باقي الشباب والنشء الجديد من هذه الأفكار، وقطع الطريق على وسائل هذه التنظيمات في جذب هذه الشريحة وتجنيدها وتعبئتها، خصوصا عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المراكز الإسلامية في الداخل الأوروبي التي نشط فيها هؤلاء بعد نهاية الصراعات في بعض الأماكن، سواء في أفغانستان أو البوسنة أو ألبانيا أو غيرها من البقاع الساخنة. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من القاهرة، سيد أحمد بان، الخبير في الجماعات المتشددة.